بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنشتغل مع بعض مادة مبادئ الاقتصاد الكلي. في هذه المادة هنتكلم فيها أو هنتحدث عن هذه المادة في ثماني وحدات. الوحدة الأولى هنتكلم فيها عن المفاهيم الأساسية للاقتصاد، وهنتعرض فيها لمفهوم التحليل الاقتصادي الجزئي، مفهوم التحليل الاقتصادي الكلي، مفهوم التدفق، مفهوم الرصيد، وغيره من المفاهيم ذات الصلة بالاقتصاد الكلي إن شاء الله. أما في الوحدة الثانية سوف نتحدث عن طرق قياس النشاط الاقتصادي الكلي، هنتكلم فيها عن طريقة الدخل، طريقة الإنفاق، طريقة الناتج، وعن بعض المؤشرات الأخرى أو المقاييس الأخرى لقياس الناتج أو النشاط الاقتصادي الكلي زي الدخل الشخصي ودخل الشخص المتاح وغيرها من المفاهيم بإذن الله في هذه الوحدة. أما في الوحدة الثالثة سوف نتعرض لقضية الدخل والإنفاق، وهنتكلم فيها عن دالة الاستهلاك واشتقاق دالة الادخار من دالة الاستهلاك، وعن العوامل المؤثرة في الـ في 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 الادخار والعوامل المؤثرة في الاستهلاك بإذن الله تعالى. أما في الوحدة الرابعة سوف نتحدث عن توازن الدخل القومي في اقتصاد مقاوم من قطاعين، وعن توازن الدخل القومي في اقتصاد مقاوم من 4 قطاعات اللي هو ما يطلق عليه الاقتصاد المفتوح. أما في الوحدة الخامسة سوف نتعرض بمشيئة الله تعالى لنظرية المضاعف، وهنتكلم فيها في البداية عن فكرة المضاعف، عن أنواع المضاعف المختلفة، مضاعف الاستثمار التلقائي، مضاعف الاستهلاك، مضاعف الإنفاق الحكومي، مضاعف التجارة الخارجية، مضاعف الضرائب النسبية، مضاعف الضرائب الثابتة، كل هذه المفاهيم والمصطلحات سوف نتعرض لها في هذه الوحدة بمشيئة الله. أما في الوحدة السادسة سوف نتعرض لقضية التوازن العام في الاقتصاد، هنتكلم فيها عن التوازن في سوق السلع والخدمات واشتقاق منحنى الاي اس، وهنتكلم بعد ذلك عن التوازن النقدي واشتقاق منحنى ال ام، ثم نتعرض لقضية التوازن العام بين منحنى الاي اس ومنحنى ال ام، وثم نتطرق لتغير اوضاع التوازن العام في الاقتصاد بتغير الاستثمار او تغير النقود، كما نتحدث عن اشتقاق منحنى الطلب الكلي من منحنيات الاي اس ومنحنى ال ام. اما في الوحدة السابعة باذن الله تعالى سوف نتحدث عن قضية التضخم وعن تعريفه وأسبابه وآثاره والنظريات المفسرة لهذه الظاهرة. أما في الوحدة الأخيرة الثامنة هنتحدث فيها عن قضية البطالة، تعريف البطالة، أنواع البطالة الإختيارية والإجبارية وغيرها من أنواع أخرى من البطالة، وهنتحدث عن آثار البطالة وعن النظريات المفسرة لهذه الظاهرة، وهنتحدث أيضا عن علاقة البطالة بالعديد من المفاهيم والمتغيرات الأخرى مثل العلاقة بين البطالة والشباب، العلاقة بين البطالة والمرأة، العلاقة بين البطالة والأمية، كل هذه المفاهيم سوف نتعرض لها في هذه الوحدة، وشكرا.